السلام عليكم. احنا وياكم مع الجلوبال انتربرنورشيب سامت، ويانا انتربرنور ثاني او مبادر ثاني. تعرفنا على نفسك بس. اشرف القضاء، انا مؤسس وشريك في شركه تجديد تكنولوجي، وهي عباره عن شركه تاسست في 2010، وانا حاليا بمثل اداره المشاريع او بدير المشاريع الكامله في تجديد تكنولوجي. تجديد تكنولوجي شنو تعملون بالضبط؟ تجديد تكنولوجيا بالأساس كانت فكرة انطلقت بال 2008 من فكر 4 شباب، أنا كنت واحد منهم في الأردن، من بلورة التقنية ونعمل فيها التنمية. وهذه الفكرة تطورت لشركة بعام 2010، بحيث فلشنا بنطور بعض المنتجات على في مجال الويب ابلكيشن، وكان واحد اهم المنتجات اللي انتجناها منتج في اداره الفرق واداره البيرفورمانس على مستوى الفرق، اللي بيحسب البيرفورمانس مع الايفالويشن. فكانت فكره جديده بجمع مجموعه نحكي انظمه حاليه من اداره المشاريع، اداره الافكار، إدارة المهام، ووضعها في one single solution اللي بيعطيك أنت كمدير أو كجزء من الفريق ترتقي بمستوى العمل تبعك. هذا كان أحد السوليوشن طرقنا فيه. شنو كان اسم المشروع؟ اسم المشروع هو تجديد تيم مانجمنت سيستم. طبعا هذا مش هو يعني أحد المشاريع اللي انطلقنا منها. احنا فكرتنا كأساس كفكرة تجديد تكنولوجي إنه نتبنى الأفكار، فعنا زي شيء يسميه idea register أو سجل الأفكار، وكل فكرة لها priority معينة ولها قيمة، وإحنا بنحاول نتبناها ونطلعها هذه الأفكار من فكر موجود في الدماغ إلى إشي على الواقع في مجال التقنية، حيث إحنا يعني نطلع على القيمة تبعتنا، نعمل تنمية بالتقنية في المجتمعات اللي إحنا فيها. شلون يعني الحين أنتوا كم مشروع عندكم، وهل تحتاجون تركزون على شيء معين او انتوا قاعدين تسوون كذا شغله نفس الوقت؟ يعني لا، احنا بنساوي اكثر من شغله نفس الوقت. في عندنا لحد الان طلع 4 برودكتس، 4 منتجات، عندنا 5 سوليوشنز، وعندنا 2 سيرفيسز. احنا بنشتغل في بزنس كمجال الانتربرايزز تو بروفايد سيرفيس اند سوليوشن. ذس از هذا مجال. المجال الثاني اللي هو اللي احنا بنحكي فيه انه تبني الابداع، تبني الافكار، ونطلع منتجات بفكر عربي، بفكر تنموي، تقنيه تنعكس على المجتمع. طبعا اهمنا الهمنا الاساسي انه تو انكريز، او خلينا نحكي نزيد عدد الوظائف، نشغل الناس، نتبنى الافكار، بالذات في الجامعات عندنا ناس اصحاب مشاريع، بالاضافه لمش افكارنا احنا نفسنا نبلورها. حلو، فانتوا شلون بديتوا وشلون خذيتوا الفلوس يعني المصاري وبديتوا كل شيء؟ يعني متى كان هذا الوضع وشلون حصل؟ عندكم مستثمرين من الناحية؟ هذه هي التحدي اللي بواجهه اي نحكي ستارت اب كومباني، او اي شخص بده يمشي بريادة الاعمال، او اي حتى اي شخص يفتح الشغل الخاص تبعه، انك تلاقي راس مال او تلاقي فلوس. الحمد لله احنا الله وفقنا، يعني توفيق رب العالمين، ما احتجنا لرأس مال خارجي، قدرنا نمول حالنا بحالنا. أول سنتين من شغلنا كنا نشتغل بارت تايم بال 2008 2010. من 2010 انتقلنا لشغلنا من خلال زي ما تحكي الفلوس اللي جمعناها خلال شغلنا حطيناها في استثمارنا، والحد الحمد لله هلا يعني الشركة هي بتمول حالها بحالها. هلا حتحكي لي كيف؟ زي ما حكيت لك عندنا قطاعين، قطاع الأفكار وقطاع الخدمات والسوليوشنز للانتربرايز. قطاع الافكار شنو بالضبط؟ قطاع الافكار اللي هو تطوير المنتجات. عندنا منتج في مجال اداره الفرق، عندنا منتج في اداره الاي كوميرس المواقع التجاريه اونلاين، وعندنا منتج في اداره المسجات. كم موظف اسالك بس؟ احنا حاليا 12 موظف فقط. ما شاء الله. الحمد لله، ولكن 12 موظف انا بفتخر فيهم كلياتهم بهاي برودكتيفيتي. كلهم من الاردن او من وين؟ الأغلبية من الأردن، معنا شاب من مصر، معنا شاب من فلسطين، بس يعني الأغلبية من الأردن، ومعنا طبعا شباب معظم كلياتنا عرب لله العالم. حلو حلو هذا العرب، يعطيك ألف عافية. أكبر يعني أكبر شخص عندنا في الشركة ما بتعداش 28 عام. ما شاء الله، هذا منو أنت ولا؟ لا والله شاب معنا ثاني.
الله يسلمك. الحمد لله مؤخرا كمان بلشنا بقطاع الإدوكيشن، هذه في أنا مجموعة أفكار في قطاع الإدوكيشن أتمتت التعليم، مثل أفكار لتحويل المناهج باستخدام الآيباد في المدارس والكلاسز، وهذا لقى رواج في كندا، وهلا فتحنا يعني بزنس في كندا الحمد. يعطيك الف عافية ومشكور أشرف على وقتك، شكرا. يلا مشكور.